في قصصهم عبرة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، نقص عليك نبأهم، يقصون عليكم آياتي، نحن نقص عليك آية وحكاية. بالحق؟ ليه؟ اسمع يا سيدي، عيك عويزي من الضحك توي، نركزوا خاطر تو باش تبدا آية وحكاية. عسلامة الناس الكل. باهي، اخترتوا أنتم اليوم نبي باش نحكيوا عليها؟ إي. باهي، بيان سور تبعتوني وسمعتوني. شكون؟ شوف فاطمة. فاطمة شكون؟ سيدنا شكون؟ شكون فاطمة؟ سيدنا. سيدنا؟ هذه نعرفها، راهي تبدا تتجسس عليا. سيد إبراهيم. لا؟ لا سيد. سيدنا. نسيت. سيدنا شعيب. اليوم يا سيدك يا بن سيدك باش نحكيو على قصة سيدنا شعيب عليه السلام. باهي، سيدنا شعيب أول حاجة عايزكم تعرفوها اللي سيدنا شعيب عليه السلام النسب نتاعو يرجع المدينة مدين. شنو هي مدينة مدين؟ مدينة مدين هذه قرية صغيرة موجودة في الأردن. البلاصة هذه اسمها مدين. باهي؟ وهو زادة من الأنبياء العرب. تتفكروا الأنبياء العرب اللي حكينا عليهم المرة اللي فاتت؟ سيدنا صالح وسيدنا إبراهيم. لا، سيدنا هود. سيدنا واليوم صالح حكيناش عليه. مازلنا، قلت لك حكينا على سيدنا هود الحلقة اللي فاتت، تتفكر؟ سيدنا صالح حكيناش عليه. هي ما حكيناش عليه، أنت عودتي نفسك قالت أختك. أنا قلت لكم مش سيدنا نحكيو عليه سيدنا صالح، ما حكينا على سيدنا هود. اللي هو من العرب العاربة. سيدنا شعيب أصوله عربية. باهي؟ يا سيدي نبداو حكايتنا. كيما الأنبياء الكل اختاروا ربي سبحانه ميزوا على الناس الكل على خاطره عنده برشا امتيازات. راهو ربي نعم. بالله سامحني قصيت عليك. مثال يا أخي، تو أنت كل نبي تقول عنده أصول عربية، عليه فما نبي ما عندوش أصول عربية؟ هاي موني فسرتها لكم المرة الأخرى في حلقة سيدنا هود. شفت روحك ماكش مركز؟ إيه نعرف، خطر مش قلت فما العرب المستعربة وفما العرب العاربة؟ ما ركزتش. أنا توا مانيش باش نفسرها لك، هاني قدام السادة المشاهدين الكل باش تعاود تتفرج في حلقة سيدنا هود وتفهمها. أوكي؟ شو ديما تدخل في روحك. باهي، قلنا عاد كيما الأنبياء الكل ربي سبحانه راهو يختارهم بالذمة، مش أي إنسان ولا أي بشر يجم راهو يكون نبي. ربي سبحانه عنده حكمة في هذا، يصطفي من الناس الكل شخص معين ويعطيه الرسالة هذية باش يقوم بالدعوة متاعو ويبعد الناس علي قاعدين كافرين وطاغين وسريق ويمهبوا ويعنوا برشا حاجات أخرين. أنا كل مرة أحنا راهو نحكيو على قصة زادة فيها عبرة. كيف ما قلت لكم عادة، ربي سبحانه يصطفي كل نبي باش يقوم بمهمة معينة، والقوم هذا هما عاصين خاطر هما الكلهم باش يكونوا كفار. كي ربي باش يبعث لهم نبي باش يكونوا كفار. أما راهو فما كفار وسراقي، فما كفار وطاغي، فما كفار ومجرمين. معناتها هذوما فما زاد كفار وشاذين جنسيا. معناتها اكل اللي حكينا عليهم المره الاخرى وقت اللي قلنا راجل وراجل وقوم لوط، تتفكر؟ راهم عندهم برشا حاجات اخرين ياسر خايبه، العبيد نقصده ابار انهم كفار كيما قوم سيدنا شعيب. هذوما اللي كانوا، مانيش باش نقول لكم انا فاش يعبدوا، حبكم تطلعوا اصنام. لا. حجارة. لا. نجوم. لا. كواكب. لا. مر. لا. مر. شو تقعدوا باهتين كيف شنقول لكم فيش يعبدوا؟ شنو؟ طلعوا. شنو؟ كانوا يعبدوا في شجرة. شجرة. كانوا يعبدوا في شجرة. والشجرة هذه كانوا يسقيوا فيها، تصوروا يزرعوها ويسقيوها ويعبدوها. والشجرة هذه أي نعم، شفت كيفاش حاجة تبهت؟ شفتوا قديش سيدنا شعيب مهمته صعيبة في هذه؟ إنه باش يقنعهم اللي ما نجموش نعبدوا شجرة، تو فما عباد تعبد شجرة؟ هو يجم يعمل معقول حاجة بركة، يجم يعمل حاجة بركة. يعني معقول إحنا نسقيوا إلهنا
يتسمى إليه وما دم يعبدوا فيه يسقيوا فيه لازم هو يسقينا أيه. ربي سبحانه صحيت يعني ما يجم يكون إله كان ربي يسقينا وينعمنا ويعيشنا مش نحن نسقيوه بشو اللي هو ربي صحيت مش شجرة نسقيوها الشجرة هذه اسمها الأيكاء حتى عندها اسم عندها اسم وهي زادة نزلت في القرآن قبل ما نكمل لكم فما آية على الأيكة نسمعها مع بعضنا وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين صدق الله مولانا العظيم باهي مو احنا كل قصة وكل حكاية نحكيها كل في كل حلقة من آية وحكاية فما برشا عبرة العبرة اليوم من قصتنا ياسر ياسر مهمة تعرفوش علاش على خاطر الحكاية اللي باش نحكيوها اليوم في حكايتنا فيها برشا حاجات نهتم بها حتى ليومنا هذا اللي هي التجارة تعرفوش معناتها تجارة باهي التجارة معناتها انا عندي المخدة هذه يا فاطمة شو بيحالي انا التاجر وانت باش تشري معناتها البيع والشراء كيما اللي تقرا فيه في المادة الرياضيات تشري وبعد في المدرسة صحيت هذيك كلها تجارة والتجارة موجودة من وقتها إلى يومنا هذا يعني احنا لتوا ناكلوا ونشربوا ونعيشوا ونتاجروا أما التاجر راهو يلزم يكون عنده ضمير ويلزم يكون عنده مصداقية ويلزم زادة يكون أهم حاجة أمين تعرفش معناتها أمين ما؟ أيوه أنت كل شيء؟ أمين معناتها أمين عنده أمانة هذيك تتسمى أمين يزم يكون أمين عليها يزم ما يغشش في الميزان ما يغشش في الفلوس ما يغشش في الحاجة اللي يبيع فيها ما يغشش حتى في قيمة الربح فهمت؟ حتى في الجودة هذوما الكل ما يزموش يغش فيهم خاطر حرام هاو علاش فسرت لكم أنا هذا خاطر سيدنا شعيب قومه هذم أبار إنهم كفار هما كانوا تجار كبار معروفين بالتجارة وعملوا اسمهم معناتها الناس الكل تعرف اللي في الأحواز اللي هما الجيران كما نقولوا احنا كما احنا نقولوا تونس وبنزرت ونابل فهمت تونس معروفة بالتجارة هما هكاكا كانوا فيها البيع والشراء وعملوا اسم أما هما باش تعرفوا بالتجارة بالغش وبالنهب وبالسرقة وحتى العباد اللي يبدوا متعدين من القرية هذه صحيت يقلبوهم كان ما شريوش من عندهم وما قلبوهمش يسرقوه يعني يا يشريو كيفاش؟ يا إما يشريو من عندهم يا إما يسرقوه صحيت كي يشريو من عندهم يشريو من عندهم زاد بالصحيح مش بالصحيح بالغلط معناتها يبلفتوهم حاجة فيها 8000 يقولوا لي 11000 هذيك صحيت باهي 3000 المهم زاد كانوا حتى في الميزان فاطمة يغشوا فيه البسكولة الميزان وفي بسكولة نحطوه فيها هما البسكولة هذيك كي نوزنوا بها كيلو زوز كيلو عرفتوهم هو يبدا ماهيش كيلو هذيك تبدا 800 غرام 700 غرام ويبيع يغش في العباد هذوما حاجات الأوصاف الخايبة الكل واللي ما فيهاش مصداقية وما فيهاش أمانة وما فيهاش إنسانية وما فيهاش ضمير الكل لطف يا ربي لطف فيهم هما وكانوا زادة ياخذوا في ضرائب عشر فلوس الناس معناتها كل منشار يطلعوا ياكلوا يهبطوا ياكلوا ما يسلموا في حد شيء ومستحفظين راهو بالتجارة رغم هذا الكل اسمهم موجود لهنا سيدنا شعيب عليه السلام كلفوا ربي كيف ما قلت لكم مصطفاه من بين الناس الكل باش يمشي يدعوهم للإيمان وينحيوا الشرك بالله أما زادة باش يكون مصلح خاصة منهم الحاجات اللي قاعدين نستعملوا فيها في حياتنا احنا اليومية باهي كيما إنسانيتنا تجارتنا يحب يصلح من القوم هذا باش يكون عندهم ضمير ويكونوا عندهم مصداقية وعندهم أصحاب أمانة عني لقيت هالكلمة أصحاب أمانة باهي لهنا يولي فما عملية إصلاح شامل للقوم هذا على خاطر ديننا نظام شامل يعلم الإنسان كيف يحيا وكيف يعيش باهي قبل ما نكمل لكم عنا ساعة آية مهمة نسمعوها ونرجعوها قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما
تعملون. صدق الله مولانا العظيم. جاك النوم فاتيما؟ هاي ميساج مالك نكملوا غدوة؟ ليه كملنا. هاي تفاو بلاد. يزيع. باهي نكملوا عاد نرجعوا لحكايتنا. القوم هذا كيف ما قلنا كانوا غشاشين وسراق وينهبوا وياكلوا في فلوس العباد واستغلاليين من الاخر. لا يزي هكا؟ لا يزي الناس اللي امنوا بربي، معناتها وقت اللي سيدنا شعيب عليه السلام قنعهم معناتها وامنوا بربي يعاودوا يرجعوهم للكفر. تصوروا ايه؟ معناتها هو يتعب ويقنع وهما يعاودوا يرجعوا الناس هذوكم للكفر. معناتها واحد يبدا كافر واحد يبدا سيبون رجع للاسلام. اي مش الاسلام الكافر مازال مش وقت دين الاسلام مازال وقت. معناتها لربي انهم يبنوا اللي فما ربي. والكافر يمشي يرجع يقولوا لي ارجع معانا ورجع معانا. اي يعاودوا يقنعوه ويرجعوه. اما رغم هذا الكل سيدنا شعيب عليه السلام ما ايسش وباقي شادد صحيح حتى الناس اللي عاودوا كفروا يعاود يقنعهم. يحبهم يتوبوا ويرجعوا لربي وديما يقول لهم راو حرام وراهو فما ربي وكيفاش تعبدوا شجره. تصور اش قالوا له؟ قالوا له كيفاش انت تطلب منا اللي احنا نستغنيو على عاداتنا وتقاليدنا وكيفاش نستغنيو على شجرتنا ذيك من اجداد اجدادنا وهما يعبدوا فيها وانا طيروا في رواحهم صحاح وعندهم الحق والشجره ذيك قالها بالحق والشجره ذيك يزمهم يعبدوها ويسقيوها معناتها عمي. وحتى الفلوس كيف قال لهم راكم زاد حرام وخليوا عندكم ضمير وبيعوا بالصحيح وخليوا عندكم امانه كونوا اصحاب امانه. عليه حرام تغشوا في العبيد؟ ليه قالوا له كيفاش فلوس فلوسنا ومتاعنا وشنو المشكل احنا معناتها ناخذوا بالزيد ولا نزيدوا في الميزان ونقصوا في الميزان كل شيء راهو فيه عادي عايشين في غابه كل شيء عندهم حتى غشينهم في الميزان وفي التجاره وكذبهم وطبلعيتهم على العبيد يفكوا لهم في فلوسهم يراو فيها حاجه عاديه هك ولا قاعدين تفهموه. باهي قبل ما نكمل لكم عنا إذا آية. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله مولانا العظيم. القوم هذا قوم سيدنا شعيب عليه السلام راهو ماهوش بعيد برشا على برشا أقوام أخرين معنتها صحة الراس وشدينهم صحيح في الكفر وعنادهم ما ليس له نهاية يعني باقي شادين صحيح وديما راهم الأنبياء المهمة متاعهم ما كانتش سهلة بالكل. هذم كانوا وصلوا معناتها يستهزئوا بسيدنا شعيب عليه السلام رغم اللي كان ديما ينبه فيهم باش ما يكونش مصيرهم كيما قوم لوط وقوم نوح وغيرهم. واحنا قصصنا الجاية تو كل مرة نكتشفوا حكاية اللي الأنبياء الكل لولا ربي معاهم ما كانوش ينجموا يعملوا حتى شيء. باهي وصل سيدنا شعيب عليه السلام قال لهم أنا راني صاحب رسالة خذوا من عندي المضمون وما تاخذوا مني حتى شيء. أنا الإنسان معناتها أنا كعبد لا تحبوني لا تقربوني لا تصوحبوني لا حتى شيء أما خذوا مني تمسيحة اسمعوا الكلام اللي أنا نقوله مش لازم تحبوني لي شخصي معناتها مسكين يحب يقول لهم أمان صدقوني أراه مصيركم الهلاك أراكم في الأخر باش تخسروا. وشيء حاول بشتى الطرق وباقي لا حياة لمن تنادي والشعب ذاك باقي طاغي وباقي راه في روحه صحيح وشجرتهم هذيك ما ينسى حتى حد والتجارة والغش والكذب وفي الميزان كلهم مازالوا باقي في عصيانهم. كيف ما قلت لكم شادين صحيح نرى في فاطمة سي جه النوم هذيك علاش مازالوا المعجزات نتاع سيدنا شعيب باش نخليوهم للجزء الثاني من قصة سيدنا سيدنا شعيب. صحيت والله كان انت مركز هي اليوم مش مركزه جمله. نجيب دا السؤال ساده المشاهدين ونختموا الجزء الاول من قصه سيدنا شعيب عليه السلام. السؤال يقول شنية
اسم الشجرة اللي كانوا قوم سيدنا شعيب عليه السلام يعبدوا فيها. E1 زقوم، E2 الأيكة. يسي ما تجاوبش للإجابة على السؤال. تبعثوا لنا SMS على 85 885، وإحنا نتلقى في الجزء الثاني من قصة سيدنا شعيب. باي باي. في قصصهم عبرة، تلك القرى نقص عليك من أنبائها، نقص عليك نبأهم، يقصون عليكم آياتي، نحن نقص عليك آية وحكاية.